السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة تانية في قناتي، قناة منال سليمان. وشعار القناة كان موني لايف ستايل، ودلوقتي قناتي اسمها موني ستايل. لو انت أول مرة تشوفيني بس ما تنسيش تدوسي على علامة الاشتراك اللي هي الأحمر اللي مكتوب عليها سبسكرايب، وجنبها كمان علامة الجرس هتدوسي عليها عشان تفعلي إشعار النوتيفيكيشن. النوتيفيكيشن دي بيجيلك بيها إشعار إن أنا نزلت فيديو جديد، وتبقي أول واحدة من مشاهدي موني ستايل. وما تنسيش كمان تروحي على سوشيال ميديا، فيسبوك انستجرام، تعملي لي فولو عشان تشوفي ريفيوهات يومية ويوميات هتنفعك جدا، وخصوصا في الصيف. والنهاردة حلقة جديدة من حلقات الصيف وسلسلة الصيف لسه طويلة ومكملين. النهاردة هنتكلم عن ريفيو عن فاونديشن رخيص من ماركة كل الناس بتحبها وكل البنات بتحبها، وهي ايسنس. النهاردة معايا ريفيو عن فاونديشن وبرايمر ايسنس رخيص عملي يوميا تقدري تستعمليه، ويلا بينا نشوف الريفيو مع بعض. يلا بينا. النهاردة هتكلم عن فاونديشن بنات كتير سألتني عنه، وسألتني بالذات عن إيسنس لأنه يعتبر منتج جديد لسه نازل من إيسنس. في ناس كتير أعتقد عملوا عليها ريفيو، في ناس عجبوهم، في ناس ما عجبهمش. والفاونديشن نازل معايا كمان برايمر جديد، برايمر جلوي شوية. دول المنتجين الجداد من إيسنس. الجديد من إيسنس هو فاونديشن مكتوب عليه هيلسي جلو، يعني ينفع للصيف طالما جلوي. عادة الصيف عايز تكوني دايما فريش، دايما تكوني طبيعية، وخصوصا انك بتنزلي وبتعرقي وبيبقى فيه حر وكده، فعايزين نجيب حاجة يومية. الفاونديشن ده انا هستعمله قدامكم دلوقتي وهقول لكم عيوبه ومميزاته، وامتى اقدر استعمله، وايه البشرة اللي تقدر تستعمله. هو مكتوب على الفاونديشن فريش فيت اويك ميك اب. اويك معنى كده ان هو فريش، اويك هيلث جلو بيدي جلوي، ويز فيتامينز كومبلكس and كرين بيري ووتر. كرين بيري اللي هو زي الحاجات التوت او الحاجات الفروت اللي هي التوت، وكمان لاست اب تو 12 اورز. الدرجه اللي انا جبتها هي نمبر 10. هو في اربع درجات، 10 20 30 40. افتح درجه هي رقم 10، بس انا جبته افتح شويه من درجتي، المفروض انا اجيب 20. انا جبت الفتحه شويه لانه بيأكسد، مش بيأكسد، لونه بيتغير. يعني لو انت حاطاه فاتح بعد شويه بتلاقيه يغمق، عشان كده جبت درجه افتح شويه. فهنشوفه كده الاول الريفيو بتاعه، نشوف الفيسكوزيتي بتاعته. اعتقد هو مش مكتوب ان هو يتعمل له شيك، بس عاده انا بحب اكون يعني حريصه شويه، بعمل شيك للفاونديشن. ونشوف كده الفيسكوزيتي بتاعته هتكون شكلها ايه. انا هاخد 2 بامب بس. بصوا الفيسكوزيتي بتاعته زي ما عودتكم، احنا لازم نشوف القوام. هو زي كده، ولا تقيل ولا خفيف، كريمي شوية. طبعا انا مرطبة بشرتي، انا قصدت ما احطوش مع البرايمر بتاعه. انا هقول لكم بس ريفيو عن البرايمر، وهقول لكم ايه مميزاته وايه عيوبه برضو، لكن انا حبيت استعمله لوحده. مش لازم تستعمليه مع البرايمر، ممكن ما تشتريش البرايمر خالص، تقدري تشتري الفاونديشن لوحده. وزي ما عودتكم ان انا بستعمل الاسبونجا او البيوتي بلندر تكون شويه متبلله. انا عاده ببللها دايما بالفيكس بلس. اي فيكس بلس عاملاه سواء عندك في البيت انت عاملاه بجلسرين ومايت ورد وزيت لوز، فيكس بلس بتاع ميبلين، سيتينج سبراي. وساعات ممكن كمان ارش على بشرتي، وخصوصا في الصيف. يعني اتمنى ان تكون يا اما عامله الفيكس بلس بتاعك او السيتينج سبراي في البيت، ويكون دايما عندك تستعمليه في الصيف، او تكون شاريه حاجه من دراج ستور زي ميبلين سوبر ستاي، اتس اوكي، تحطيه قبل الميك اب لان ده بيثبتك، وخصوصا في الحر مع العرق. نبدأ نشوف ريفيو. زي ما اتفقنا ريفيو اي فونديشن لازم يكون على بشرة نظيفة ومترطبة، وما نحطش اي حاجة تاني عليها. عشان كده انا مرضتش احط البرايمر. اول حاجة الفونديشن اول ما بتحطيه خفيف على البشرة. تاني حاجة
هنقول لايت ميديوم كفر، هو مش بيكفر فول كفر، يعني زي ما تكوني مثلا حاطه بي بي كريم الكفر بتاعه خفيف جاست انك وحد لي لون البشره فقط لا غير. يعني تاني حاجه لايت كفر، لايت كفر كلمه لايت ان هو بس بيوحد لي لون البشره مش اكتر، ما عمليش كفر للهالات، ما عمليش كفر للمسامات، ما عمليش كفر للنمش. الحاجه التانية انا طلعت بيه ورجعت تجيبي درجه افتح شويه من درجتك، انا جبت اللون رقم 10 ما اعرفش ان شايفينه فاتح او لا، انا حاطه 2 بامب الكفر بتاعه فيري لايت يعني انا ما اقدرش اروح بيه حفلات. تالت حاجه هو خفيف على البشره، انا هقول التوتال اللي شايفاه وبعد كده هقول الميزه والعيوب وامتى استعمله. زي ما انتم شايفين انا مش عارفه المسامات بتاعتي باينه، النمش واضح جدا جدا. طيب لو احنا حطينا طبقه تانية هنشوف ايه اللي هيحصل. هنحط 2 بامب تانيين، 1 2، هما قالوا ان هو جلوي لكن انا مش شايفاه جلوي، بس مش في لمعه، هو مات ما عطانيش اي نوع من الجلوي، هو وحد لي البشره وبس. هناخد البامب التاني ونبدا نحط حتى في الجزء اللي فيه مسامات. مغطاش المسامات قوي يعني نقول 30-40%، مش جلوي زي ما انا متخيله دلوقتي. يمكن الطبقه الاولانيه ما كانتش باينه انه بيلمع، يعني في لمعه خفيفه قوي. انا بشرتي جافه، يمكن ينفع بالنهار وانا نازله مثلا بالنهار ممكن يمشي. اوكي نقول استعمال يومي هيحافظ على بشرتي. ايوه انا هستعمله استعمال يومي، حلو جدا في الصيف. احنا اتفقنا ان احنا سلسلة الصيف هنقول الحاجات اللي بتناسبنا في الصيف. مغطاش المسامات هيكون في تهوية لبشرتي ودي احسن، بس لما هعرق هيقع هيروح، يبقى انا هستعمله بالليل في الصيف او رايحة مثلا مشوار عشاء غدا مشوار خفيف، رايحة اعمل شوبينج ممكن احطه، رايحة زيارة خفيفة في بيت هيكون فيه اي سي او فيه يعني تكييف او فيه مراوح، ف اتس اوكي هيغطيني هيبينني ناتشرال. الحاجه الثانيه لو انا خارجه بالنهار هضطر احط برايمر عشان يقفل لي المسام، هحط فوقه باودر لاني انا لو ما حطيتش باودر هيتحرك انا متاكده. للبشره الدهنيه اعتقد مش هيعمل اي حاجه لانه هيبين المسام اكتر او هيتحرك من على البشره، واكون كده بتهيألي قلت كل حاجه عن الفاونديشن ده. رخيص تقدري تشتريه، قالوا لي ان هو في مصر بحوالي 140 جنيه، 140 جنيه طبعا حلو جدا هيكفيكي طول الصيف، تقدري تحطيه حطي طبقتين ثلاثه، ما تستعمليهوش لاي حفله او مناسبه لو رايحه حفله او فرح او كده، ده ما ينفعش خالص. استعمال يومي، خفيف على البشره، رخيص، دول المميزات. العيوب ما بيغطيش، لايت كفر، بيتحرك من على البشره، بيبين المسام، بيبين الخطوط. وده كان الفاونديشن ايسنس الجديد. بقى عن البرايمر، البرايمر يعني انا هقول حطه لكم على ايدي، هو جلوي زي ما بيقولوا لكن ما عطانيش اي لمعه على البشره خالص، ما قفلش المسام. هو بصوا اهو عارفين هو مرطب، يعني انا هسميه مش برايمر. احنا قلنا ان انواع البرايمرز او احنا من انواع البرايمرز ان في مرطب وفي للمسامات وفي خلينا يداري العيوب، اعتقد ده هنسميه او هيندرج تحت كلمه برايمر مرطب. يبقى مع المرطب ده يبقى هستعمله لو بشرتك جافه ممكن احطه تحت البرايمر، انا مش هيكون معرفش الايفكت بتاعه هيكون شكله ايه، لكن انا شايفاه ان هو مرطب وهو ده اللي هيدي جلوي اكتر للفاونديشن. يعني الفاونديشن اهو انا مثلا قاعده بقالي حوالي 3-4 دقايق بتكلم معاكم مفيش اي نوع من اللمعه فيه خالص، اكني حاطه بي بي خفيف او سي سي خفيف خالص. بصوا الكريم ما فيهوش الجلوي او اللمعه اللي انتم متخيلينها لكن مرطب، هنحطه فوق اي فاونديشن او هخلطه مع اي فاونديشن حلو ما بيقفلش المسام. البرايمر ده يا جماعه يعتبر من البرايمرز المرطب، كريمي خفيف في لمعه خفيفه ينفع للبشره الجافه. يبقى احنا النوعين دول مع بعض مش لازم نستخدمهم سوا، البرايمر ما بيقفلش المسامات انا استعملته قبل كده، ممكن استعمله كمرطب تحت الفاونديشن ويدي لمعه خفيفه بالنهار، ممكن تستعمليه لوحده وتنزلي
وده كان يعني كل معلوماتي اللي انا من خبرتي استعملتهم، برايمر اللي هو فريش فيت اويك برايمر، اويك برايمر والفاونديشن. ويا رب يكون النهارده الفيديو كان مناسب ليكي في الحر، مناسب ليكي في الصيف، واشوفكم على خير. وما تنسيش في نهايه الفيديو تعملي لي لايك، وكمان تدوسي سبسكرايب وتعملي شير لكل اصحابك. واشوفكم على خير في سلسله الصيف. باي باي.